هذا الموضوع. رح يكون معنا ضيفنا الدكتور عبد الرزاق جرعتي, استشاري أنف أذن حنجرة من بريطانيا. مرحبا دكتور. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالست رفيف, كيفك؟ يا أهلا بك, مسرور سمع صوتكم. نحن بالأكثر أكيد دكتور. دكتور, للأسف عمليات تجميل الأنف مع أنه هي أكثر عمليات رائجة وصار لها فترة طويلة, يعني يمكن باليوم بينعمل أكثر من 200 ألف عملية حول العالم, ولكن في نسبة فشل ما قليلة عم بتصير مع كتير من الشباب والصبايا, اللي هو يا الأنف بتطلع معي, يا فتحات الأنف كبيرة, يا بيكون في ندبات, يعني عم نشوف هاي التفاصيل وبرجعوا بعيد العملية. هل أنت بداية تنخية نحكي لك نصيحة عامة مع إعادة العملية, وإذا إيه ليش؟ طبعا الكلام حضرتك أول شيء تمام مظبوط. الفشل في نوعين للفشل بعد عملية تجميل الأنف, هناك فشل وظيفي وهناك فشل جمالي, يعني عمليات أحيانا لا تحقق الغرض جماليا وعمليات لا تحقق الغرض وظيفيا, والعمليات التي تحقق الغرض جماليا قد لا تحقق الغرض وظيفيا لاحقا, يعني مو فورا الواحد بيبين النتيجة مسكر بيبين بعدين, ممكن خلال سنة سنتين وحتى حاليا 20 سنة نحن عم نتابع الأنف بعد التجميل, وبناء على ذلك عدلنا طريقة تكنيك تجميل الأنف وصرنا نضمن سلامة الأنف وظيفيا لمدة 25 سنة ونضمن سلامة الأنف تجميليا. طبعا الفشل يعني تجميل الأنف لازم يكون نسبته قليل كتير, ما مسموح يكون أكثر من 1-2% عالميا لأنه كله هلأ مصنف ومبوب. الأنف نحن يقسم إلى 3 أقسام, السلسل العلوي هو العظم, السلسل المتوسط اللي هو دسام الأنف الأساسي الداخلي بنسميه, والسلسل السفلي اللي هي فتحات الأنف الخارجية وزروة الأنف. كل واحد له تكنيكه في إجراء الجراحة حسب الديفورمي حسب التشوه. في عنا كاميرا ثلاثية الأبعاد نحن منحدد التشوه بكل سلس ومنحط تكنيك العمل الجراحي بقبل ما نلجأ للعمل. المشكلة وقت بدنا نعيد تجميل الأنف غالبا حيلزمنا غضاريف, لأنه الأنف بيفشل غالبا وقت بيكون منشال كتير غضاريف بدون لزوم. إعادة أنه نجيب الغضاريف في عنا مناطق, في عنا الإذن وفي عنا الضلع. هلا حاليا نحن عملنا هون معظم عملنا إيه, عم نعيد تجميل الأنف مرة تانية وثالثة ورابعة وخامسة يكون معمول عم يجي المريض, هذا سهل نقدر نعمله, بس طبعا بده يتحمل المريض أخذ طعوم غضروفية من الجسم. في طعوم غضروفية من البشر حاليا عم يعملوها وموجودة, بس كأنه المجتمع هوني بيحب ما يأخذ ضلع من حدا آخر يعني متوفي أو كذا وما عمل له عادة وماشي حال نتائجه جيدة, لأنه نحن بنتشائم دكتور بس موجود العملية هي موجودة بنعملها نحن ومنعيد وظيفة الأنف, لأنه أهم شيء دسام الأنف الأمامي هو الدسام اللي عم يتأذى بعملية تجميل الأنف اللي هي ما أنا مراعي للشروط الستاندرد نسميها اللي اتفقنا عليها باليوروبيان أكاديمي للفيشل بلاستيك سيرجي والأمريكان أكاديمي والبريتش أكاديمي, كلها متفقين على خطط واضحة لإجراء تصنيع الدسام أثناء عملية التجميل. يعني مو بس نعمل تجميل أنف, حتى المريض نفسه جيد أثناء عملية التجميل أكيد نحن الدسام حنضعفه, فلازم نصلح الدسام ونقوي الدسام بنفس المرحلة تبع إجراء التجميل. طبعا ما بيراعي هالقصة فعمليته حيصير فيها فشل بدون شك يعني بنسبة عالية. دكتور, مثل ما ذكرت حضرتك الفشل وظيفي اللي هو العلاقة بين التنفس وغيره, وجمالي, الجمالي هو اللي عم بيكون أكتر وأكتر عارض إذا فينا نقول أو سايد افكت جمالي هو ميلان الأنف, صحيح, وأحيانا الندبات. خلينا نحكي بالأول عن ميلان الأنف, إذا مال أول مرة بالإعادة ممكن يزبط يرجع لشكله الطبيعي؟ أكيد طبعا. هلا انا عندي مقالي نزلت بالشهر الثالث هيدي السنه طبعا يعني بحط على الانترنت بس على الانف المائل, يعني تويستد نوز اسمه نيزل فالف بلاستي, الانف المائل اذا نحطه على الكمبيوتر نيزل فالف بلاستي واصلاح دسام الانف الامامي, لانه اثنيناتهم مرتبطين ببعض وقت بيميل الانف عم ينضرب الدسام بده يكون في خلل ببنيه الغضاريف. لذلك شو كلامي انا, اول العمليه الاولى الأنف ما منشيل منه غضاريف نهائيا, كل الغضاريف اللي منشيلها بنرجع منطعمها لظهر الأنف ولدسام الأنف الأمامي, ورغم أنه ما بيكون فيه شيء لأنه حيضعفه بعدين, فبدال ما نشيل الغضاريف نكبها عم نحطها لنفس المريض وعم نقوي الدسام وعم نحط مثل شرط من سميها هيك حاجز يعني عمود طويل بحيث أنه يضمن
انه المنطقه الضعيفه من الانف تضل ثابته على الخط المتوسط. طبعا الانف بيرسم قبل العمليه والمريض على طاوله العمليات، انا عندي صور بهالشيء هذا، وبتحدد درجه الميلان بكل ثلث، اذا ميلان ثلث العلوي والمتوسط والسفلى الى ثلاث درجات كريد 1 2 3 حسب الدرجه بنحط تكنيك العمل الجراحي. في شيء اسمه ما بعرف بالعربي شو هو، بس في شيء اسمه سبريدر جراف، في شيء اسمه باتن جراف، في عباره عن ست اشياء اساسيه نستخدم كتكنيك لالتزام الانف بالاستقامه ومنع حدوث الميلان. هذه بنعملها بشكل روتيني باول عمليه تجميل. بس في حال الميلان فورا بيظهر دكتور؟ الميلان طبعا اثناء العمل الجراحي في عنا قياسات لازم لا يكتشف المريض انه هو عنده ميلان من بعد عمليه التجميل، فورا بيكتشف او لا بده 4-5 شهور؟ هلا الميلان في نوعين، ميلان ميلان هيكلي يعني بالستركشرز بالبون وبالغضروف، هيدا بيبين مع طبعا المريض ولا الطبيب من البدايه. وفي ميلان بالسوفت تيشيو، هيدي بنسميها الجلد، الغطاء الجلدي العضلي، عم حاول ترجمه الصفاقي تبع الانف. هيدا ما مشكله، هذا بجوز يبين بالبدايه، بس الطبيب بيقول له ما تحكي الهم، هيدا الميلان حيروح، معناته حيروح، لانه الطبيب حيحط ايده على الغضاريف والعظم ويقول له هدول طالما الهيكل تحتهم ما مايل فلا تخاف، بيطمنه بيطمنه، ممكن يحسوا يشوفوا مايل، بس الجلد اللي فوقه هو المسؤول على الميلان. فالطبيب وظيفته يحط ايده على الانف يتاكد انه الهيكل اللي عمله منه مايل وبيطمن المريض، اذا طمنه خلاص معناته ما حيضل مايل، حيروح الميلان. دكتور آخر شيء اللي ممكن فعلا، يعني احنا بنحكي عن ميلان فتحات أنف يعني نوعا ما بنقدر نصلحها، ولكن الندبة هي المشكلة اللي بنعمل جورة بالأنف بيطلع شكل غريب بيجعلك الجلد، أنا سريع على الكلمات القاسية اللي عم بقولها يمكن للي عم بيتخيل بيقول شو متك هاي، ولكن أنا في أصدقاء بعرفهم صار عندهم ندبة وخلص ما بقى راحت، ما نعادوا العملية مرتين. الله يخليني اياك، هذا احسن سؤال، وانا كثير عم عاني من هالموضوع اللي بيجي لعندي المريض. انا مريض بقول له بقدر اصلح لك كل شيء، بس هيدي الندبه اللي معموله على قاعده الانف ما بعرف ليش بيعملوها، يعني انا هيدا التغت تقريبا نسبه 1-2% بحالات جدا خاصه بنعملها، لانه كل تشوهات الانف وكل الانف القاعده العريضه وكل القصص هيدي كلها بنقدر نحن نصغره وننعمه ونعمله حلو كثير بدون ما نقطع القطعه بالجلد. يعني هيدي القطعه يعني دارجه كثير، وانا مستغرب يعني صراحه جيت من بريطانيا بعد 13 سنه لشوف انه ومن هنيك ما بنشتغلها، يعني ما بنشتغلها ابدا بالنسبه قليل كثير، لشوف انه جزء من العمليات الروتينيه تبع عمليات التجميل هون عباره عن قطع جانب الانف. فانا بس بترجى اللي بهالموضوع انه يعني يغير لنا التكنيك، لانه هيدا بعد موجود يعني قطع الانف والجلد هيدا خلاص يفقد العمل. اللي صايره معه ما بنقول خلاص، في اشياء عم نتحايل عليها، بس اني اقول لك انا بقدر اروح ندبه ما بقدر بيسوي اروح ندبه، هي مشكلتها. بس هلا عندي كذا مريض انا عفوا يعني في قطع بسيط، بس في قطع كبير يعني بيعمل اختلاف بالحجم كاملا، يعني بتلاقي دويره صغيره كثير ثانيه كبيره، فهيدي شو بدي اشتغل؟ يعني ما فيك تعمل لها تناسب، بدك تجيب طعم جلدي والطعم منين بده يجي؟ بده يجي من الجبهه، وبدك تنزله على مرحلتين وتشوه اكثر. فارجو انه الاعتدال بقصه قطع الانف، وارجو انه يعني نرجع للقواعد الاساسيه لتجميل الانف اللي هلا يعني غيرت هالقصص هيدي، وان شاء الله ما في داعي لهالقطع هيدا، ما بقول غير هيك، بس بنقدر نصلح لحدود معينه، ما بقدر اقول 60-70% ولكن مو 100% حسب شده القطع، حسب الزاويه بين جناح الانف وبين بين الخد، حسب الزاوية إذا كان رايحة الدويرة كلها تبعه ولا يعني أحيانا تلاقيها مجزوءة على الخارج، هذه منه كثير حلوة تعطي منظر منه طبيعي اصطناعي. على كل حال يعني دكتور أنا متأكدة إنه هلا أغلب اللي عم يسمعونا صاير معهم حالات من اللي ذكرتهم حضرتك يهتموا لحتى يتواصلوا معك أكثر. على كل حال أي حدا حابب يتصل فينا ونحن بنعطيه رقم تحت الهواء. وأنا بدي أتشكرك دكتور عبد الرزاق، جرعت لي استشاري أنف وأذن وحنجرة من بريطانيا، شكرا لك ولأنك عم تعطينا من خبرتك وبنفس الوقت عم تفيد الناس يلي معنا على الهواء على السماء. إن شاء الله بيكون في لنا لقاءات أخرى دكتور، وكل عام وأنت بخير.
شكرا أنسي رفيف، شكرا جزيلا، كلك زوج. يا أهلا وسهلا فيك، شكرا، أتمنى لك التوفيق. ولا لك شكرا. راجعين لحتى نكمل معكم بأخبارنا بدراسات وأخبار هاي الفقرة اللي بنحكي فيها عن كثير مواضيع تكنولوجي، أخبار من العالم وأيضا جمالية. خليكم شاي الضحى مع رفيف دعاس.